عقد الناس اللي داروا هذه الحاله ديال السجن. اولي جاتوا مع ثلاثه ولا اربعه راهم ميتين بجوج. عنده هذا ولد واحد يعني كان خدام كيمشي من 5 ديال الصباح ما كيجي حتى 6 ديال العشيه، يعني راجل متدين ما عنده عداوه مع حتى شي واحد. فواحد الوقيته جاتني اخباره صافي قالوا راه قتلوه دابا راه في الانعاش، هو يعني ما عنده عداوه مع حتى شي واحد من الدار الخدمه من الخدمه للجامع ما كيمشي فين. اش كيدير راجلك؟ خدام كيدير عبد الله على قد الحال، طالب مع شي درويش. وعلاش المشكل ناض؟ ما عنده مشكل مع حتى قالوا على طريق. انا عبد العزيز ابن الاخ ديال عبد الاله، هذا عبد الاله عمي كان كيبيع ويشري في الدلاع، جاي من الطريق ما عليه ما بيه، جاي مقدي الوليدات مسكين عنده وليدات باقي صغار، كيتلقاو له هذا مافيا ولا ما عرفناهمش ما فهمنا والو في هذا الشيء، هذا مسكين هو بعيد على الصداع بعيد على المشاكل بعيد على كل شيء. كنتصدموا حنا مشينا لقيناه في واحد الحاله ما كت عمرنا شفنا بحال هذاك الشيء، اش دار ليهم باش وصلهم ما فهمنا والو. تكرفسوا عليه دازوا عليه بالطوموبيل بالطوموبيل ديال الفلاحه يعني عامره فيها 20 واحد ولا هكاك، يعني كيضربوا فيه الضرب ديال الكلاب ديال ما فهمنا حتى شي حاجه في هذا الشيء. وحنا دابا مصدومين، انا ما قدرتش نعبر على هذا الشيء صراحه، ما والله ما فهمنا شي حاجه بالله. سميتي فاطمه ودوار ندوار الباشا ولوسي الله يعمرها ضرب الاله، ما عمرنا سمعنا منه حتى حاجه، ما عمرنا عقرنا ما عمرنا حتى حاجه، كيبيع ويشري مسكين كيبيع ويشري يترزق. وهاد الناس لقاوه في الطريق راه كرفصوه، حنا ما مشينا ملي مشينا جبرناه نغطوه ذبحوه بالسيف وحطوه حسنوا ليه اللحيه حطوه فوقو ومشى بنادم كاين التجاره ملي لحوك تجبرت لوسي الاخر طيحوه حرشوا عليه حاشاك الكلاب وكينتشو فيه. هادشي راه ماشي معقول اخويا، وكيكرفصونا كيمشي من الربيع كيشرقوا الروايد وكيكرفصونا، ومن تما كنترزقوا البهيمنه، من بلاد الدوله كنترزقوا البهيمنه. وهاد الناس راه تعداو علينا راه مش حال من العام هادي وكيكرفصوا فينا وما خلاوناش البهايم، دابا راه بركوب الجوع ومن تما كنترزقوا. حابسين علينا الطريق غادي للبرشيد اللي مريض غادي حابسين عليه الطريق وتعرضوا لينا في الطريق. وهادشي اخويا اللي كاين، هاد الناس راه تعداو علينا.